معلومة هلا بتقديم الشبكة اللي دمرت تقريبا من 3 أسابيع. كان كابلات، كان معدات، يعني حتى معدات شخصية، الكفوف، بنزات، قطاعات، بالقطارة، بالقطارة بتجيكم. يعني الكابل إذا ما موجود، الشبكة كان شدت وعملت نزلها، بدها دامين تفشل هون، بدنا باقي الراحة تفشل هون لرد نأهله عشان يرجع للعمل. يعني شيء تعب يا اخي، شيء تعب. كله نتيجة القصف. خلينا نطلب من الجهات المعنية يعني دعمنا بالرافعة. ترى جاك مقضينا، بدك تطلع العمود بدك 6 ساعات تطلع وتنزل تصحف. لون في رافعة، لون في رافعة ما بتعذب كل العذاب، والشغل هذا نص ساعة بخلص. ليقل له قلبك ليسلموك الرافعة. كابلات ما في، يعني ايش في عندهم لك؟ بس مشان هالراتب يا اخي بلاك، بلاك كمان. اليوم بيجيك دفعة مصرات، وبكره بيجيك دفعة مصرات، وبعد بكره بيجيك تعويض. بعد هالعربشة هي تقول لهم على الرافعة جاهزة غير جاهزة. والله الرافعة موجودة، ما في داعي لا يقطع السير، إذا جاي سيارة إسعاف كان بتعدي. برفع الكبيت كله وبرتاح فيه، بدك ترفع واحد واحد وبتحبلي. بيجي حدا بدعمنا، ما حدا بدعمنا، الله يعطيهم العافية وكتر خيرهم. بالبداية والنهاية عم نشتغل للشعب نحن. لو عم نشتغل لهم ما اشتغلنا الشغل كله شيخ. ما هو مشان راتبهم، هذا اللي ما بيشتري حفوضات لاولادنا عم نشتغل نحن. اجرنا وثوابنا على الله. لو في رافعه من 3 ساعات نحن مخلصين تحت الشمس. ادنى المعدات ما في. هدول شارينهم من حسابنا الخاص. بدك تترجاهم رجال يشتروا لك بنسه. ولسه في حكي كثير، ان ردوا وجاوبوا وجاوبوا، ما جاوبوا راح نحكيه على العلن. مشان كثير شغلات، ما بنخاف غير من الله نحن. الله يعطيك العافية خيو.